للسيارة المودي. يلا شباب شوفوا شغلكم واشتركوا بالقناة وخلنا نوصل 7 مليون. السلام عليكم شباب، انا اخباركم ان شاء الله بخير. وانتم مشاهدين الفيديو اليوم، مقطع اليوم راح يكون راح نرتب السياره الجديده مال مودي. مودي فرحان جدا وراح يغسلها اليوم ونرتبها ونبدل الدهن والبنزين، وراح يجون يوسف ورسول وحسين واني. اكيد انا منور، ها منور، الكاميرا ثقيله، قال العدسه كبيره، حتى هاي الواسعه قاعد يطلع وجهي بالطول، ينعوج وجهي. يا اخي يا اخي خليكم ويانا، لا تنسون لايك والاشتراك، ما بقى لنا شيء على 7 مليون. وانت قاعد تشاهد الفيديو اليوم لازم تنزل وتتاكد انه انت مشترك بالقناه يا حبيبي، فاشترك بالقناه ولايكاتك حبيبي وليتس جو. وهاي الدراجه اللي ما شافها الفيديو راح تلقونها بالوصف او تطبون على القناه. شوف حلوه وسخه، الكرام ماكلها. ها مودي كيف ومرتاح؟ مودي سيارتي الاسطوريه. تبيعها مودي؟ بيش تبيعها؟ متابعين يردوها، تقول بالتعليقات مودي بيش اشتراها، مودي مشتري على اساس هو. كذب كذب ما حد. وشوان؟ ما اعطيك سويتش. اعطيني اعطيني. اوقف ثواني بقى بمكانك، قول لهم دوسي لايك واشتراك، ما بقى شيء على 7 مليون. اشتراك عن مودي بطول 7 مليون، قناتي بالوصف. شغلها خليها تحمى شوية. ترابة. اوقف وقف. اشبع ترابة. هاي حمقة زينة. هاي جاب هنا. وشو تشتغل بها بمزرعة؟ تحط بيها. بسم الله نقرا رجع شو عدلها بالمنطقه. مجد روح روح روح، يلا على السريع على هاي واي قابل صلحها. لا لا عدلها حتى نغسلها. لا كاف كاف هنا. لا لا كم لا 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 راح تخ هنا، راح تخ هنا معود. طبعا شباب على الأتربة مالت القوية، أي جيب علي هنا. يا رنا تقيل. ليش؟ تعدلها يلا، مو بعد ما يتعلم عليها. روح روح روح. كافي يلا عدل، يلا عدل ساعة يلا تعدلها. يلا ولك يلا يا سعد العدل، روح روح. اي اي هاي بس بس تعدلها ساعة كاملة؟ لا 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 رجعها بعد، رجعها برجعها لزق لزق هنا. بس شوف 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 ارجع ارجع بس عدل عدل بس شوف النص شلون. يلا كله شوفات. بعد بعد شوية هذا هو. اوكي شباب هسه راح يجي رسول حيدر علي. حيدر علي كو علي يعني شو بتوصل 7 مليون؟ ما يشتركون. تعال تعال بابا تعال تعال شو خلي يشتركون حبايب قلبي، لازم نوصل 7 مليون باقرب وقت، واذا شدينا لها نطب 10. مودي نطب 10 ما نطب 10؟ يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. اول شيء الف مبروك. يمه جوانا 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 منو جوانا؟ ها شنو الفدرالية؟ كابل كابل ثواني ثواني جايك. وينك يوسف؟ لحظة شلونك حبيبي؟ شلونك؟ الحمد لله. يلا يا متابعين نسلم. شلونكم متابعينا؟ شو اخباركم؟ عشان الفدرالية شلونكم متابعينا؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، وياكم حيدر واني وكل الجماعة. مبروك على السيارة، ان شاء الله يتربى بعزك. كلها درج عندك سياره المنطقه. المنطقه درج كلها صح؟ ايه. قول لهم خلي يشتركوا بالقناه. لحظه 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 مؤسس. انزل اصبر اصبر اصبر. تعالي 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 شباب راسته هذا 200 الف لايك نسوي لكم مفاجاه. يعني سبورتج وشادي لها فدراليه. هلا شباب شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. راح نسوي مقدمه جديده بالفدراليه. السلام عليكم شباب شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. تعال مودي تعال سوي هنا. طبعا ازعاجات اسفين الناس كلها قاعده رايمه. هذا مدينة الغالي باعوه يا اخي. كيف 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 جبنا له الدراج شباب؟ قال لك اخوك اعطيك مفاجاه. بس يلا عيني طبوا جوا طبوا جوا يلا طبوا طبوا يلا بس بس ورونا. هاي قاعد يشاهد مقطع ما قاعد يخلي اشتراك. حلو راح تشد لو عندي طول. طبعا شباب يوسف راح يقنع مودي يشد فدراليه. بيش بيش
15 والتوصيل مجاني بكافة محافظات العراق صحيح؟ كروبيلف عيني يلا عيني بس كروبيلف انزل بابا انزل انت مو يوتيوبر تعال مو يوتيوبر تعال صعد وياي ببلاش صدق؟ والله تعال صعد شنو قلت لك صعد؟ سيارة الولد وانت شيخ خليك طبعا شباب ذولي ما ينجابون بأي تصوير ولا واحد فيهم خوش واحد خوشة خوشة شو بتسوون؟ بابا تعال هيدا اذا وصل المقطع 300,000 لايك يسوي لي مال السكوتر اصلحه؟ ايه اصلحه واعطيك اياه لا ما اريد اياه اصلحه واعطيك بس اذا وصل 300,000 لايك ماشي دوسوا يلا. لايك شباب دوسوا لايك يلا لايكاتكم يلا مود قوم هاي هدية حيدة واحد والله العظيم راح يخربوها هاي هذا هو يلا عين الصون دون المطار شغل المطار رسول بعد داخ عين ايش فيها الضربه عين خليج خليج غسل غسل خليج انا كله تغسلونه يعني ما ادري شو انا اصور تمام هاي علينا التايرات استايلات انت؟ ايه وين التايرات؟ منين؟ لحن اسود منين؟ من الحله من الحله؟ ايه شو تسوي من الحله؟ ها؟ شو تسوي من الحله؟ جاي ام هذا منو؟ مي جاي ها مودي ايش قاعد تسوي؟ طولنا خلنا نغسل الريع راح تسوي؟ عندنا ميك اب شنو هذا؟ ميك اب ها شو تسوي بيها؟ ما في شيء ها تسوي زياده بيها من جوا؟ ايه جاهز زين مودي اسفنجاتك يلا مودي كل شيء نخلط شويه وحده فوقه هل تخلي فيه شكر ملح جيب كركم عندي غازل لما الخلطة شباب هاي ما حد اتى الخلطة بس مودي عدي هاي سيارة ما فضحت الخلطة لا ما اقص المونتاج يلا اخذ لي صورة قبل وبعد يلا عصر لي قدام يلا روح يلا ظل على المكان اخذ راحتك واحد بنيك وياه روبوت عشان شوف حياتك من جبناها لحد الان ما غاسليها ليش مو دي ليش مو انا مو على المتابعين قلت لهم انا راح اغسلها وكذا في الفيديو ابيها راديتا ها راديتا اي طبعا والله هر سياره شنو راديتا ثم جاز هيلكات وايت بادي يلا رش بس حاول كيشان لا تنقحن امسحها لك ها شادت بدرالية شادت بدرالية هاي نار درالية كبر طماشك بعد تعال خافوا طبيها ماي الناس يقول وين نروح من هنا يلا إذا ما عبرت يستظل عبر يلا عيني واقف لا لا خليه رش بعد طلع لي صوت انت شايل بيدك كل وحدة ثاني حسين تعال شيل في شيء حسين كاشخ ما ادري عبالي ما نغسل السيارة ايش راح تسوي حسين اغسلها لعيون كمان على ابو الهدوم اغسلك لا والله ايش حتى علي يا هو متشنب عمك لا اغسله عدل كل واحد يزم له صفحه اخرى صفحتي واخرى صفحتك في الفيس من الانستغرام تعال ها استاذ لا موت كم هاي هنا صرت انغسله ماكو ثقب فقد مي لا اكو هذا طلع اتفرج شلون جلفت الجام تعال حتى لا يوسف مو جوا غلط طقعة طبعا يوسف وحسين كانوا اثنيناتهم يشتغلون بالتقاطع يمسح جام من المحطة لا ما لك علاقة فيه تعال نسجل شوف الوشم عشان ماشي مامودي ايش عطاني بس بلل راح اطقع مودي يلا رسول يجيبه اصبر اي لازم نطلعها لماعية يلا اشيلك حط ورقة لماعية ولا شماعية؟ شماعية مسوي لها نار سلامي حشاش انا حشاش طبعا شو ادريت؟ لا وبيتهم بالوشاش الله اقول لك شو نانو سيراميك؟ اي وسوي لها بولي رايس مودي بولي رايس؟ حماية الجولة مودي نانو سيراميك راح تسويها؟ ها؟ راح تكلفك؟ راح ابللها شو الظاهر؟ ضبط الكهرباء والمي راح بطل ما لا نجلف ولا شيء يا عمي عجلنا ولك لا 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 رد ثاني مرة بس ما رجعنا شباب عودتي لا دولي هوسة تقولوا لي تجيبهم بالمقاطع تري شنو؟
شباب بنوريكم في شيء بسيط وروتين بدون تصنع ولا انه اقول لكم كذا، في شيء بسيط ونغسل سيارتنا الحلوه العزيزه. يلا غسلوا سيارتي. سيارتك وين سيارتك؟ تفضل. نبوه ابيض. اعطيه بعطيه. لا صدق صدق جلف عمي. والله كفو كفو. هاي منها لا شكلها. وين هدوء هدوء؟ غسلتوا بساتي ترى دخل ثاني. يلا كافي يا صاحبي. اوه واقف قدام استاذ حيدر داخل. واحد رش مودي مودي انت غير رش. ما حبيب قلبي باع لما طلعت كاسود بو اسود شي على شي ما عرفت شي. الله رسول واحد عراق ما باع يا رسول واحد عراق واحد بصرة. كاه رسول مو غسل رسول. يلا عيني مش لنا قمارة. يلا. ما اسرع يخربوها الجماعه. مودي خاف ما تشتغل بعد. والله انا ما لي علاقه ترى. يلا تعال تعال لا لا لك يلا اغسل عدل اغسل عدل بسرعه. طبعا حبايب قلب بعد شقه اللي يريد يشتري البايسكل مال مودي يتخلي بالانستغرام كون صدق يشتري مو كذب. عصا شلون صارت؟ انا واحد اي جدد ما شاء الله. قال اغسلها مودي؟ قال الا الحلقه هاي متى وين اغسلها؟ لازم. الشباب قد يحبكم؟ منو كذب؟ قلت يلا لا 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 فضل 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 خربت خربت الدراجه خربت سياره. لك لا 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 جربها تشعل الدشبول. لا لا ما عليك ما عليك شيء؟ لا شيء ما عليك شيء. يلا هذا مني ضمان. ضمان اجتماعي 15 سنه ما شاء الله وانا عمري 16. شلون ما تدري؟ تعال حبوب وعلى ورا كله تمشي كفو. الحين نرجع نعيد عليه مره ثانيه. نرجع نعيد عليه مره ثانيه. كم مره تغسلها؟ مرتين ثلاثه؟ مرتين احسن. حلو. طبعا هذا كان بورشه. هذا كان بورشه باع شلون طلعها؟ وين وين عصر؟ وين ماي؟ وين عصر؟ طلع شويه؟ وين؟ عملت اكواب. يموت عدل. تغسل المواعين؟ تغسل المواعين ولا ما تغسل المواعين؟ لا ما اغسل المواعين. عافية عافية. اختصاص السيارات الدراجات حبيبي. حلو. يلا مود ما كملت؟ لا لا بعد بعد. ما انا جاي اغسل سيارتي ما احتاج لايك. تراني عصبي. عيني هاي شغلتي التايرة. عشتيدك عشتيدك كابتن. لا مو كله تايرة ينجلف. شباب التاير مالتها ما شاء الله جديد بعده. كان التاير هاي يوسف. اللي وياله كم لغات. اكو واحد فيه بسمار. زين؟ ايه. حيدر لو نطلع من اسود تطلع تموت. تخربت انت؟ هذا غسلت له بعدين. حيدر عيني كلها وين ابو النجمه؟ ابو النجمه من فين هي؟ بعد 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 شلون؟ هاي السفارات مال بالفلا بالفلا جيب لها هذا برشا ب 3000. ايه زين وجلافه ومال هيجي. هذا تمام. انا جبتها انا سويتها. والله كفو كفو كفو. شباب دولي اذا انت فيهم محطه تنجح لو لا اكتبوا لنا بالتعليق يا شباب. ببالي راح افتح محطه واشغلكم كلكم شو تقولون؟ يلا علي بس اخر صوت دخل اخوتي. بس اذا اجى احد قال غسل ب 5000 افصله مريارين. مريارين؟ مريارين. ها حيدر يلا اشتغل دورك انت. شنو؟ اشتغل. شنو شنو انت تجيب تجيب وما تغسل؟ اتعب على اتعب على فلوسك؟ ايه غسل وجه هذا قلت لك اغسل السياره حبيبي. طب مسك من الحار. اي والله الله يساعدك. حتى راسه اغسله. انه حتى راسه اغسله. لا 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 تتحمس. 30 مسائل. لا 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 شباب شلون راح يغسل حيدر؟ شباب طلعت عصفور ومنقع. تعالي. جسمه جسمه. مو اغسلك والله اغسلك يا سو. انا على كيفكم على كيفكم. اقول لك شنو؟ لا تعال تنزل. بعدين اغسل ثاني اغسل. يلا نعيمًا مودي بلب عليه بعليه مودي نعيمًا. الله عم اخواني خافون اخو الكاميرا لا غسل هسه الرسول راح يمكن بده يبدل لما نفسه يتوسخن باعوا خلينا نسوي مقلب نغسله هو ملابسه اوكي راح اغسله انا اخ الله شنو الجديد هاي؟ هاك تريده قلت شنو؟ تسمع بطل القاع مودي؟ اي والله انا ماشي؟ انا ضربه بس هسه راح اروح باع راح اروح انشف شعر واجي. وين؟ من يجي رسول لا لا حيحكي وياه ولا حيسوي شيء من اقول لكم اوكي؟ هذا حبيبي شر وياك كو مستعجل. خلنا نسوي الكاميرا. الا حيدر باع حيدر راح سلم هاي عمود هاي.
تعال تمشي شمر واخوك يطقع بالملابس. هاتشوت بس طين يا رسول. لا كم 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 واحد كم 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 تعال كم 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 أنا أريد أسبح حرج مني شكلي كاميرا كاميرا خرب يومك خرب يومك خرب كافي أغسل أغسل يلا أغسل كافي صار هنا نادي صابوني تسوي تكيف على السوالف شعور رائع أكثر أصبحك قد ما سابح لا لا سابح سابح أسبوع بعد محزن بعد قد يعني بعد كنت صار مو قلت لي لو فليس يلا دين طردنا من سيارته حلو شياته وكيفك؟ والله تبا الأوراق بسمو بعد مني وصي بعد مني وصي هاي وصي بمطرح مطرح رسول ما تعودني ما أخذ راحتي ليش بح رسول؟ ليش بتسبح وياه أنت؟ ها؟ ما أسبح دون سبح طين 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 تعال يوسف وياي على واحد خطيئة رسول يوم سبح سبحة والعيد ما شافها هاي شنو فايدتها؟ خلي لك هيك شي طعمها؟ أماكن ضيقة شوني شوف شوف هنا دوز هاي لا مال التبريد مال التبريد مقاوض إيه أسيدك شوني فتيم ولي أنت معروف هاي سالفة أبالة طلع من جوبه من جوب سرتوه كذا ويلي أنجي كتا أنجي كتا باحة هاي تجلى كتا بس بعد تعرف شو ما سويت أوكي حبايب قلبي هاي السيارة للبيع نوح أبيعها والله لو متابعين نحن هذا مودي ترى صرت مزاع يا امي هذا شك بجيبك مودي هذا شك بجيبك فلوس واحد كثير باي اخذ لقطه كامله يلا 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 الله بس طلع 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 يوسف اريد اطلع اريد اطلع اصبر ترى مسكت شيء احنا هيا اطلع عيني اسير اسير اطلع كل شيء يلا يلا روح روحي وانقلب السحر على الساعه على حسين عفتيدك عمي شنو الخطة واحد واحد تسعة هاي طبعا حسين لابس ملابس العيد صوت باوع حسين لابس ملابس العيد راح ارجع لك اعطيني كفيلك محمد اصبر اصبر بس باوع بس باوع بس باوع هو انت شنو دورك اسمع بس وقف وقف تعال خرب الكاميرا سميت عينك زاهي والله شوي فونديشن انت مو انت محدد محدد مزين انت بيش زيان 5000 لا كافي حسين اعذرنا لا حبيبي دولك وين بس وين 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 شوف شوف حبيبي طبعا هذا الاستيرين مال دريفت الا مال دريفت واخر قلت ما ثق بهم ذولا والله احسبونا ايش كم مقلب صار في الفيديو مين بعد بعد ويا بعد مودي واحد ثقوا يا متابعين راح ينزل لو بقناه حيدر لو بقناه مودي زين مقلب لو بحيدر لو مودي جزء اثنيناتهم هاي سوا سوا سهله سهله حيدر انت تضربي وعلفت اكسر الباب واخذ الكاميرا الله الله يا كوميدي كم مرة دارد أسوي فيك مقلب بس أخوك ما يرضى أي طبعاً والله أخوك أنا مودي قايل له ممنوع عايز أسوي مقلب أقول أعطيني الكاميرا بس دا صور يقول لي صور بالتليفون حيدر نايم والله العظيم طبعاً شباب كملنا السيارة والله العظيم دا أسوي لك الخلطة مو وياك والله لا أنا دا أسوي لك خلطة سحرية بس هاي الخلطة تعال تعال شاهدوا متابعين تعال تعال بحاي الخلطة بعد حطيني زاهي روح اركض أخوي يوميتك 10,000 بس تطيب زاد. هي كافي؟ لا مو عليه. هد. تعال علي. يلا قوم اغسل. هاي خلطة بس باوعي. خلطة. هاي هناك. لا صارت ما صارت. لا كافي. كافي. كافي جهال فيكم. زعلك. شباب اسوي البيت. ما حبيبي ما حبيبي. شباب.
حسين كسر صوته هون صوته. افتح مجال. لا جيب اخر رجلك. هاي العيون المتابعين. طبعا حسين راح يخابر والدتك لما جميل ملابس. طبعا باع شباب يا لو تصيب لو تخيب لو تقول فدوه لك. خبر ما نباع من هسه حطوط. حطوط؟ حطوط. اوكي خليك. حطوط. حبيبيت. بلا حيدر سوي يمك. الو. الو. ما حسوني ليش اقول حيدر سوى بيها مقلب ونقعني شلون حيدر سوى بيها مقلب ونقعني نقعت اي والله بالماي وبالزاهي لا بالزاهي اوقف بشي متختمش لا انا ما باوع يا مو التيشيرت شوي بنطلون تبلل اوقف بشي متختمش خليني اشوف بشي سواد اي طريقه لا لا يجوز 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 اجي ابدل ما اعرف يلا دخول اقول زين شلون هسه يعني انا مو راح يجونا خطار بعد ما السنه جايين يعني تعال لحق قبل ما هذا اه شو انتم باردين عبالي راح اسوون طوط وطوط عبالي بعد هسه لحق قبل ما يجون بعد شوي ترى راح يجونهم مطالعين بالطريق يلا ماشي ماشي طبعا شباب ضباط يجون علي طبعا شو مسوي لكم؟ خوشتات من الفيديو تحياتي طبعا هو باوع لا ما يعزونا لك ويعزوك كان حطاطط بس هم يحبوك والله يحبوك بابا احمد وين هل يا امك ها قلبك هسه والله العظيم قلبه هنا ما صار تقلب بابا ترى هسه قلبك انا ترى انت شوف طب الكاميرا وشوي نرجع لكم خليني اشوف تصرفوا وياه لا شباب داخل برغي بالتاير ها قلت لك خرب يومه بقى بس هذا ما نقدر نغسله لان كهربائيات يلا رجعك ارجع لك ارجع ارجع عدل 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 بعد عنك يلا لك ترجع يلا عشان رجعت ريلي علي حيدر شوف هاي رجعت عن البطل ما شاء الله مودي شو راح نروح بنزين نجيب بنزين ايه عليك غير البنزين ولا عليك عليك ايش عليك ايه ليش تسوق عليك مو فاهم شلون نروح شلون نروح هديه بنزين علي يلا ها قدام المتابعين عليك هلا حبيبي اشتراك 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 اوكي شباب خلصنا المنطقة اليوم المنطقة مودي بس باش كلها حيدر بالشمس اي ما شاء الله واحد عراق هذه المرة انا السلام عليكم يا شباب سلامة خلي يصير بصفنا ابو المود هلو اوكي شباب وصلنا السلام عليكم كيفك ابو جعفر اريد احسن بنزين للسيارة شو تسوي هنا؟ يلا عيني. شنو رأيك بالسيارة؟ والله فول. يا أحسن هي اللي ماكس بعناها. طبعاً هاي. طبعاً هاي. طبعاً. طبعاً احترامات افتح الباب. طبعاً. يلا. آه كذي. هو راح يفول لك بنزين. افتح الباب. يلا. 5000. رجع سدي الباب. يلا خلصنا بسرعة. طبعاً شباب حسين راح يشترينا بنزين للسيارة المودي. رسم الخدمة. يصير عد حسين صور البنزين صور اوكي شباب البنزين زين هسه نحولها خلينا نشوف ايش قد فيها حولها سوبر 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 ترى بلف ترى ما حتصير يعني سيارتك ما فول سيارتك عمرها حياتها ما وصلت السوبر عمرها حياتها طبعا عرف الاتراك بلف بلف هاي تعبت 30 لتر قال قال دخلك اياها مودي راح اقهرك لا اوغا تدري شنو تذكرنا جبت الحطوان زي الدراجه تذكرتي شلون تعجب لك مكان انا احس اي شوي 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 على كيف لا تطلع فوله اه يقطع يقطع اوغا بعد بيها بعد شوي ندي الحطوان روحي نصيحه لا تخبطها للاخير لانه هنا اكو تنفس راح ينقطع راح تحسويك حريق وانت امنصه والله انت من تحط بنزين هسه سيارتك بس الطق هاي بعد لا تظل تشكل بيها ايه على مود استريت تنفس وهاي ترى وش معلومه بيتر بيتر انت وين بيتكم؟ انا اكبر انت وين بيتكم؟ بالركن هاي تصرف ويا واقفه لا تنزل الكبريتر نزل نزل والله نزل نزل والله راح 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 دبه عشان ليش نزل احسن على المتنزل الكبريتر ها هي يلا حسين حبيبي بعد 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 جيبك محفظت وين محفظت وين في دول قلبك والله حجيت تورطت يا ربع شو
مرة تفهم حكي؟ لا انا هذا اخوي اخوتي. هاي فايف هاي فايف هاي فايف هاي فايف هاي فايف هاي سفن. يلا مودي حرك. سووا عليها بنزين من ابو غزوان. فول الان مودي سووا ابو غزوان. هارك قرات فول. يا الله هلا يا الله عدل لي المري. جبالك جوزي جبالك. بس اللي احتوال بصعتها. يلا مودي انطلق. ما تعرف يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طلع قبار على كيفك. شعورك مودي؟ فول فول فول؟ واحد من طسة طبعا جبل جبل جبلات أربعة غير تسناها. احنا ما عندنا سيارة. ها رسول احنا ما عندنا سيارة. طبعا شايكنا الدهن مالتها طلع الدهن كل شيء ما بي سواقتهم. قد السرعة مالتها هسه؟ هسه يجوز 40. يا بس السلام عليكم. ابغى اقول كلمه للمتابعين. خلي لايك واشترك. سلام عليكم. يلا شباب شوفوا شغلكم واشتركوا بالقناه وخلنا نوصل ل 7 مليون. يلا مع السلامه. الله يعافيك. اوكي حبايب قلبي وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يا رب يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك. شباب تاكد من انت قاعد يشاهد الفيديو مشترك بالقناه لان تقريبا 40 الى 50% من قاعد يشاهدوا المقاطع ما مشترك بالقناه. فاشترك بالقناه وتعليقاتك الايجابيه الحلوه مثلكم فان شاء الله ما بقينا شيء على 7 مليون. فاشتركوا بالقناه وترقبونا بالفلوقات الجايه راح تكون نار نار وبيس. هل قاعد تسوي هنا؟ كابو هذا لك هنا وصلت الفيديو؟ والله كابو إذا 3 دقيقة شكلنا لايك وشاو.